متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار اليوم لم يحدث تغييرات جذرية على حالة الطقس مقارنة بالأيام القليلة الماضية. استمرت درجات الحرارة حول معدلتين مثل هذا الوقت من العام، وأيضا استمرت الغيوم الرعدية الركامية المحلية بالتشكل خلال ساعات الظهيرة والعصر في المنطقة الجنوبية الغربية. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلوع عموم مناطق الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية من الغيوم، باستثناء بعض الغيوم العالية التي انتشرت هنا في أقصى غرب المملكة. سرعان ما تلاشت هذه الغيوم خلال ساعات الظهيرة. نذهب الآن لاستعراض خرائط توزيع الأمطار اعتبارا من نهار اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع. يوم الثلاثاء تبقى المنطقة الجنوبية الغربية تحت تأثير هذه الغيوم الرعدية الركامية المحلية الطابع والعشوائية أيضا بالتأثير في هذه المناطق، فيما يستمر الطقس مستقر في باقي المناطق. يوم الأربعاء بإذن الله تبقى المنطقة الجنوبية الغربية تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة، في حين تبقى الأجواء مستقرة في أغلب مناطق المملكة، باستثناء هناك فرصة لبعض التشكلات الركامية الرعدية التي قد تصل نحو أقصى جنوب شرق المملكة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعيش هذه المناطق أجواء غير مستقرة. قد تنجح بعض الغيوم الركامية بالوصول لأقصى جنوب شرق المملكة خلال ساعات عصر يوم الأربعاء. يوم الخميس أيضا لا تغير على الحال الجوية، يستمر الطقس غير مستقر في المنطقة الجنوبية الغربية، زخات أمطار رعدية محلية الطابع في هذه المناطق، بينما يستمر الطقس مستقر في باقي مناطق المملكة. نذهب الآن للعاصمة الرياضة. توقعات الجوية للثلاثة أيام القادمة: يوم الأربعاء 37 إلى 26 درجة مئوية، ترتفع يوم الخميس 38 إلى 28 وتواصل ارتفاعها يوم الجمعة لتسجل 39 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 28 درجة مئوية. نبقى في العاصمة الرياضة. توقعات الجوية لهذه الليلة: طقس غالبا صافي مع 25 درجة مئوية، الملموسة 25 أيضا، الرطوبة حوالي 60% والرياح تكون معتدلة السرعة. استعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي المدن السعودية ليوم الأربعاء. نبدأ شمالا: تبوك 33 إلى 20 درجة مئوية، سكاكا 36 إلى 24، وعرعر 36 إلى 21 درجة مئوية. المنطقة الغربية: المدينة المنورة 41 إلى 29، جدة الرياح نشطة 33 إلى 29 درجة مئوية، هذه الرياح النشطة تستمر على ارتفاع في أمواج البحر. مكة المكرمة 38 إلى 26، والطائف 31 إلى 20 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الجنوبية الغربية: أحوال جوية غير مستقرة، أبها زخات رعدية من الأمطار 28 إلى 17، الباحة 26 إلى 17 مع زخات رعدية من الأمطار، أما جازان تفرق لبعض الغيوم 35 إلى 29 درجة مئوية. المنطقة الشرقية: الدمام 39 إلى 28، حفر الباطن 40 إلى 27، والإحساء 40 إلى 27 درجة مئوية أيضا. ونختم نشرتنا بتوقعات الجوية المنطقة الوسطى والعاصمة الرياض: 37 إلى 26 مع أجواء صافية، بريدة 38 إلى 26، وحائل طقس صافي مع 37 إلى 23 درجة مئوية. كان هذا ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.